طيب في حاجه كمان مهمه قوي ما حدش بيلجا لها مش عارف ليه برضو. ايه هي؟ انك انت ان الزوجه النهارده عشان تاخد حكم نفقه عايز اطمن الناس الموضوع ده بقى سريع بجد يعني ممكن يتاخد في شهور بسيطه من 4-5 شهور تكون واخده حكم. طيب لكن القانون نفسه اشترط قال لك ممكن تطلب في الدعوه نفقه مؤقته يديها لك القاضي ويديها لك خلال 15 يوم من تاريخ رفع الدعوه وتنفذ بيها وتشتغل بيها حين البت الحكم النهائي لغايه ما خلاص. ودائما ابدا القانون قال لك اديها للزوجه بالمصاريف الضروريه ليها، يعني القاضي يحكم بالمصاريف الضروريه للزوجه خلال 15 يوم من رفع الدعوه وتنفذ بحكم المحكمه على طول. يعني ده موضوع ما بيلجألوش كتير من الناس، محدش عارفه لان سيدات كتيره جدا تقول لك انا بتهان وانا 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 مش عارفه اعمل حاجه لاني بكره ما معيش اكل. فالقانون قال لك خلال 15 يوم من حق القاضي يحكم بنفقه مؤقته.